بداية، حذر أعضاء لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا المواطنون من عدم احترام التدابير الصحية المفروضة عشية الرفع الجزئي للحجر الصحي على المساجد وأماكن الترفيه. التفاصيل في هذا التقرير لإيمان بالعملي. عشية رفع الحجر الجزئي على المساجد وفضاءات الترفيه وبعض الأنشطة التجارية، أعضاء لجنة متابعة وباء كورونا تدعو المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بشروط الوقاية تفادياً لموجة انتشار ثانية لفيروس كورونا. وفي حال ارتفاع حالات الإصابة جراء عدم التزام المواطنين بقوانين التباعد الاجتماعي، الولاة ملزمون بإعادة تطبيق الحجر على ولايتهم. يعني الوالي الولاية ولا شيف دو دايرة ولا رئيس البلدية يمكن عنده بوفوار، عنده يعني قدرة ولا الحكم لأخذ القرارات. في دونك شفنا بعض الولايات كما في الطيف، كما يعني كاين ولايات وين شفنا هبوط عدد الحالات لأن أخذت قرارات صارمة في هذه البلديات، ويعني الديسنتراليزيشن اللامركزية هذه أعطت نتائج. العودة التدريجية للحياة الطبيعية ورفع الحجر الكلي مرهونا بوعي المواطنين الذين تضرروا من إجراءات الحجر الصحي ماديا، نفسيا واجتماعيا.